وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا الصوت الذي رزقك الله به حرام أن يضيع، يعني صوت خاشع، صوت حتى يعني الأداء صوت المحاريب هذا. إلهنا لا أغير بي ولا أعظم منك ولا أقوى منك. ولكن دائما نوصي أبنائنا بالتواضع، بأن يلتزموا بسمت وهيبة القرآن الكريم، فهم ممثلون وهم صورة القرآن الكريم، يمشون إن شاء الله على الأرض. إذن مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذا البرايم الخامس الذي من خلاله سنتعرف على الفائز الذي ينتقل معنا إلى الدور النصف النهائي. كلاهما أخذ نفس المعدل 18.25، ونحن محتارون، فلذلك سنضطر سيدي إلى سؤال ترجيحي لنفسنا بين